الرحمن الرحيم. اليوم السبت الموافق 26/9/2020 تم تحميل سيارة 3 طن متجهة إلى محافظة جنوب سيناء، كما تم تحميل البراد بحمولة 15 طن متجهة إلى محافظات أسيوط 4 طن، سوهاج 4 طن، قنا 4 طن، أسوان 3 طن، ومع كل سيارة مفتش عام لتوصيلها إلى وكيل الوزارة وتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجاً.